وهذا سائل يقول: لقد نذرت أن أفعل عبادة الصوم، إن فعلت تلك المعصية. لقد نذرت أن أصوم. نعم. إن فعلت تلك المعصية وقعت والعياذ بالله في ذلك الأمر ولم أفي بالنذر، فماذا علي؟ هذا ليس نذرا وإنما هو يمين، فعليه كفارة يمين، عليه يكفر كفارة يمين، لأنه لم يقصد بهذا الصيام تقرب إلى الله، وإنما قصد به منع نفسه من هذا الشيء ولم يمتنع، فهو يمين، عليه كفارة يمين. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم.